سبور إكسبرس. مرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم، والبداية بالبلاغ اللي كانت أصدرته الجامعة التونسية لكرة القدم بعد حديثة رمي موزة بنانا خلال مباراة منتخبنا الوطني ضد البرازيل البارح. الجامعة قالت في البيان اللي نشرته على صفحتها الرسمية، قالت أنها تدين بشدة أي ممارسة عنصرية قد تحدث في أي ملعب في العالم، وأنه في صورة التأكد من خلال التثبت في هوية الشخص اللي قام برمي الموزة بكونه تونسي فإنها ستعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسيين اللي كانوا حاضرين في الملعب، وتقدمت بالشكر لكل جماهير التونسية على حفاوة استقبالها ودعمها وتشجيعها المنتخب. كيف الجامعة استغربت عدم التطرق إلى السلوك المثالي للأغلبية الساحقة من الجماهير التونسية الحاضرة واللي تجاوز عددها 40,000 متفرج، واللي كانت حاضرة ما صار حتى اعتداء ولا حتى انفايسمون تيران ولا أي حاجة أخرى. وكما قلنا البلاغ هذا يتقاوه كامل على موقعنا موزايكا فام.نت. شهدت الحصة التدريبية للترجي الرياضي التونسي اليوم عودة الثنائي صدق الدبشي وشرارة بعد مشاركتهم في المباريات الدولية مع المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأردني في انتظار عودة غيلان الشعليلي. مادام حكينا على الترجي، هيئة الفريق أصدرت اليوم بيان توجهت من خلاله بطلب مرة أخرى إلى السلطات المعنية من وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والسلطات الجهوية، طلبت منها تفهم وضعية النوادي والتدخل لحل حالة الإشكال والعدول عن قرار غلق الفراج بمناسبة المباراة الافتتاحية اللي باش تجمع الترجي الرياضي التونسي نهاية الأسبوع هذا الترجي الرياضي التونسي من نادي الرياضي الصفاقسي، واللي باش يتم خلالها تسليم رمز بطولة الموسم الفارط للترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي يواصل بدوره الاستعداد لمواجهه الترجي نهار السبت في ملعب حمادي العقربي بيراتس. اداره السي اس اس قررت فتح التمارين غدوه للجماهير حتى يقدموا دعمهم للاعبيه الفريق. ومن اخبار نادي الرياضي الصفاقسي ايضا، تعرض المدافع اسامه البحري للاصابه خلال التمارين، الاصابه ذي باش تخليه يغيب شهر كامل على المنافسات، مش باش يكون حاضر في مباراه الترجي ولا باش يكون حاضر في الزوز مباريات نتاع الدور التمهيدي من كاس الكونفدراليه الافريقيه واللي باش يلتقي خلاله نادي الرياضي الصفاقسي نادي فاسيل كينياما الأثيوبي. أعلنت الهيئة التسييرية لنادي الرياضي البنزرتي أنه قد تم تسوية ملف اللاعب القطري سعود فرحان العنزي نهائيا في انتظار تسوية بقية الملفات ورفع عقوبة المنع من الانتداب. أعلن الملعب التونسي كونه تم الحصول على التأهيل الخاص بملعب الهادي النايفر، وبالتالي باش يستقبل مباريات البطولة الكل على ملعبه. وهيئة الستاد قدمت زادة من جهة أخرى بمطلب للسلطات المحلية من أجل الترفيع في طاقة الاستيعاب بعد ما تم السماح بحضور 1500 متفرج فقط. في الاتحاد الرياضي بنقردان تم اليوم انهاء الاجراءات الخاصه بضم اللاعب السابق للسي اس اس محمد علي جويني للفريق. جويني امضى مع الاتحاد عقد مدته موسم واحد بعد ما قام بفك ارتباطه مع نادي القوه الجويه العراقيه. من جهه اخرى، غدوه تقام الجلسه العامه الانتخابيه للاتحاد الرياضي بنقردان، قائمه وحيده في السباق هي قائمه تجليد العرف. بعد ترشحه للسوبر جلوب كأس العالم للأندية، تعرف الترجي الرياضي التونسي اليوم على المجموعة اللي باش يكون متواجد فيها. الترجي باش يكون موجود مع فريق نادي مينستيروس المكسيكي، ولكن باش يكون زادة موجود مع البارسا اف سي برشلونة اللي خاض نهائي نسخة 2021 وصاحب الخمسة ألقاب في المسابقة. البطولة هذه كما نعرف الكل تتلعب في الدمام في العربية السعودية في الفترة الممتدة بين 18 و23 أكتوبر 2022 مشاركة 12 فريق. كما قلنا الترجي في نفس المجموعة الرابعة مع برشلونة واف سي مينستروس المكسيكي في انتظار الكشف عن رزنامة المباريات. في كرة السلة، تلعبت اليوم الجولة الثانية من البطولة المحترفة والنتائج كانت كما يلي: في قاعة أريانا شبيبة المنازل فازت على اتحاد الأنصار 79-64، في قاعة بوهيما بيرادس النادي الإفريقي فاز على النجم الرادسي 74-57، في قاعة سوسة نقطة وحيدة فاز بها النجم الرياضي الساحلي على الدالية الرياضية بجرومبيليا 64-63، في قاعة المرحوم محمد مزالي بالمنستير البطل الاتحاد الرياضي المنستيري انهزم أمام الملعب النابلي 80-62، وفي قاعة عزيز ميلاد بالقيروان شبيبة القيروان انهزمت على أمام الزهرة الرياضية 67-64. في الدوري الإيطالي، ولأول مرة في تاريخ السيريا حكمة باش تدير مباراة في البطولة وهي الإيطالية ماريا سولو فريري كابوتي، واللي باش تقوم بإدارة مباراة باش يكون حاضر فيها لاعب تونسي هو دي لامبرون، باش يكون حاضر في المباراة هذه بما أن المباراة باش تجمع سالرنيتانا بساسولو نهار الأحد مع 3 متاع العشية في الماباي ستاديوم ضمن الجولة الثامنة من السيريا. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاهم على موقعنا موزايكا فام.نت. نخليكم توا مع إسماعيل وبقية الفريق في بنت الفام.